ماتوا الرسل فلماذا لا يموت هو؟ هذا التشكيك من طرف بعض الصحابة فضيلة الشيخ في وفاته، وأنه ذهب إلى لكل حاجة ربه ثم سيرجع، وهذا قول بالرجعة قطعا، إذا قيل أنه ذهب خرجت روحه وذهب إلى ربه ثم يرجع على قول بالرجعة. هل كان هذا سذاجة في فهم القرآن؟ هل كان من أثر الصدمة مثلا، كان هناك صدمة حقيقية، أم أنه ممكن كان مناورة في انتظار أن يحدث شيء؟ قضية الشيخ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم جميعا. طبعا التاريخ الإسلامي مليء بمثل هذه الوقفات التي يجب التوقف عندها والتجرد لمعرفة الحقيقة، والحقيقة عندما بعض الصحابة يظن فيه أنه يناور أو يتآمر أو يعصي، هذه ليست بالمنكر. الصحابة قد يعصون، كما أن حسن الظن بأن هذه صدمة أيضا ليست بالمنكر، فقد تحصل الصدمة في الاحتمالين عندما بغض النظر رجحت أنا هذا أو هذا، إلا أننا نجد في القرآن الكريم في حديثي عن الصحابة، وللأسف أن ثقافة المسلمين بعيدة كثيرا عن وصف القرآن الكريم لأحوال الصحابة، سواء في الغزوات، سواء في الإيمان، في الهجرة، في النسبية. القرآن كان فيه نسبية ظاهرة جدا لمختلف المجتمع المدني، بل حتى في الشخص الواحد، وحتى الشخص الواحد قد يضعف وقد يقوى. فإنكار وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذه صدرت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل هذه نتيجة صدمة؟ أنا أظن ليست صدمة، ولا أظنها سذاجة. ربما ذهول، نعم ربما ذهول على النص، لكن الأرجح أنها مناورة سياسية، الأرجح أنها مناورة سياسية، أو حتى يحضر أبو بكر للسنح، لأن أبو بكر كان قد استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى ابنة خارجة، هو كان عنده زوجتان، إحداهما ابنة السنح، والسنح شمال المدينة تقريبا قريب من أحد حاليا، وكأنه خشية وذكر عمر ذكر بالآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ذكره ابن أم مكتوم وذكره العباس بن عبد المطلب، ولكنه بقي يرغي ويزبد ويهدد ويتوعد من يحكم بأن النبي مات. هذه واضحة، يعني ما أظنها سذاجة ولا أظنها صدمة، لأن المصدوم لا يتحدث ولا يهدد، المصدوم يهدأ ويبهل عن الأمر. والسادس لم يكن عمر سادسا، كان ذكيا حطيفا، كان ذا رأي. فأظن أن هذه، بل أرجح وليس ظنا، أن هذه إذا نربطها بيوم الرزية، نربطها بالرجوع من جيش أسامة، نربطها بأمور أخرى، لأن النبي وهو مغادر للدنيا يعني يستحيل حتى على شيخ قبيلة أن يذهب ولا يوصي بكيف تتصرف الأمة بعده، حتى شيخ قبيلة صغير، حتى إماء يعني رب عائلة كبيرة، يستحيل أن يذهب ولا يوصي كيف تدار أمواله، إن كان تاجرا أو تدار أراضيه إن كان مزارعا أو ما أشبه ذلك. فالزعم بأن النبي ذهب بلا وصية مع أمر الله عز وجل للمؤمنين بالوصية، في ظني أن هذه مذهبية يجب أن نخرج منها تماما. أقصد جماعتنا أهل السنة أن الوصية بغض النظر أوصى إلى علي أوصى إلى بكر، أهم شيء أن النبي ذهب بالوصية. وإن كنت أنا أرجح كما تعرفون ومعي بعض أهل السنة كالغزالي وغيرها، أن الوصية كانت الإمام علي، أنها واضحة. لكن نتيجة للخصومات المذهبية أصبح السني يعني يستبشع هذه الكلمة مع أنها عادية، والمخالفة إن حصلت فهي كسائر المعاصي، المخالفة الواحدة لا ترد صاحبها النار، وإنما الله عز وجل عنده الميزان، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه هناك ميزان الحسنات والسيئات. وليس من شأننا أن ندخل النار، ندخل الناس الجنة أو النار، إنما من شأننا إن وجدنا واقع أن نجتهد وأن نحلل ونقول نشهد بما رأينا بما علمنا،
وبعد ذلك نترك لله عز وجل هو البصير بالعباد ولسنا نحن. ففعل عمر هنا والتهديد هو كفعله يوم الرزية في منع كتابة الكتاب حتى وقف معه نصف الناس. والسبب في عدم عقل هذه الأمور أن هناك صورة يعني مضخمة أكثر من اللازم. يعني هناك طبعا الشيعة هنا صورة نازلة لعمر بن الخطاب زيادة على اللزوم، وعند السنة بالعكس صورة أخرى مضخمة أكثر من اللازم، حتى أن أحاديث تزعم أنه ما تأخر الوحي إلا خشية النبي أن ينزل على عمر، ومثل هذه الخرافات أيضا. يعني مثل ما قلنا أن هناك خرافات في ذم الصحابة، هناك خرافات في الثناء على الصحابة والمبالغة والغلو فيهم. نحن بحاجة لقراءة علمية هادئة لا 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 تراقب لا هذا المذهب ولا هذا المذهب، وإنما تراقب الحقيقة أين هي. فهذه هي أرى أن هذا جوابي على السؤال. وإذا ربطناه بالظروف كما قلنا على المحيط سنجد المسألة واضحة.